هذا المقطع برعاية EA Creator Network. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. طبعا أول شيء بدي أشكر EA ورسبون على دعوتهم لإلي مشان نجرب السيزن 11 قبل اللاعبين وقبل ما ينزل، وطبعا نعطيهم فيدباك على الجيم بلاي تبعيته. بهذا السيزن او بهذا الابديت اللي حيجي حيكون في اشياء كتير موجودة، واول شيء رح نتكلم على شخصية اش. طبعا شخصية اش هي كانت بالتايتان فول 2، وهلا هي حاليا موجودة في ايبكس، في الى ديتيلز اكتر ان شاء الله نتكلم فيهم لاحقا. اما شخصية اش في الايبكس ليجند، الباسيف تبعيتها المارك فور ديث، اللي هي مثل سكين صغيرة وتشوف انت الديث بوكس جنبك لأي واحد للعدو، تضرب عليه هاي السكينة بتطلع لك ريفيل للمنطقة بالأعداء الموجودين فيها. بعدين في عندك الارك سنار، طبعا هاي الارك سنار مثل الارك ستار بس انه بترميها على العدو، بيصير كأنه مربوط بالأرض يعني ما بيقدر يتحرك، يعني قد ما تحرك وحاول يهرب بيرجع الى نفس المكان. هلا برجيكم اياها في التريننج رينج. واخر شيء الالتيميت تبعيت ارك او تبعيت اش هي الفيز بريش، كمان هذا بتفتح فيز، هي طبعا في له مسافة معينة بتقدر تمرق منه وتساوي فلانك للعدو. طيب انا حارجيكم هلا كم شغلة. طبعا الباسيف تبعيتها ما حنقدر نجربها هلا خلال هاي اللعبة لانه ما في ديث بوكس هون، بس هلا هاي نقدر نجرب هاي، شوفوا المدى تبعيتها. فيك ترميها عليه او فيك ترميها على الارض تساويها مثل تراب. هلا مثل ما رميت عليه انا مربوط بالارض وما بقدر يتحرك لمدة ثواني، بقدر اروح ويحاول عم يهرب. اما الالتيميت تبعيتها اللي هي هاي بتفتح لك الفيز تبعيتها، وهي الديستنس تبعيتها. Phase care ready. إذا تسوي فلانك لحدا طبعا ما بتقدر ترجع فيها. هاي هي الالتيميت تبعي داش. طيب حنتكلم شي جديد بهاللعبة، في اشياء كتير حصلت. اول شي رح نتكلم على سلاح اس ام جي جديد يلي هو الكار. حناخد الكار وحتلاحظوا عندي، بس ناخذ الكار حتلاحظوا عندي انه الامو تحت في هيفي وفي لايت. طبعا هذا السلاح تقدر تستعمل عليه نوعين من الامو اللي هن الهيفي واللايت. راح اوريكم بتقدر تاخذ هاي او بتقدر تاخذ هاي، بس انا راح ارمي هذا عشان فيك تحط هاي مثلا. طبعا هو اسرع من سلاح الفولت، بس الريكويل تبعيته كمان اعلى من الفولت. هيك السلاح كامل بالهبي. لاحظين الهبي هلا اذا رميته واخذنا اللايت امو اكس بيك اب، بنروح ناخذ اللايت امو. طيب انا رح فضي الامو اللي عندي. I'm out of heavy ammo. بتلاقوا لحالة رجعت حطيت اللايت امو بالسلاح، وحتشوف كيف الماجازين تبعيت الهيفي امو محطوط فيها 27 طلقة اللي هي الماكسيموم تبعيت اللايت، يعني حتى لو ما كانت معنا هاي بضل معنا 27 طلقة. أو فينا ناخد هاي نرمي مثلا الماجازين الكبيرة. ناخد هاي. أنا بحس إنه الهيفي أقوى، بس اللايت بتخفف الريكويل أو إنه بتتحكم بالسلاح أكتر. طيب المهم
حارمي هذا السلاح لأنه في شيء تاني صار بهذا الأبديت. رح نتكلم على سلاح التريبل تيك. طبعا التريبل تيك هلأ ما عاد صار سلاح ليجندري، بس انه حطوه بال انرجي ام الانرجي جروب. طيب بس السلاح هذا اذا بدك تاخده ستيل بدك تاخد الستوك تبعية السنايبر، فيه 27 طلقة. تخيل يعني 27 طلقة و انرجي و تريبل تيك. اربع طلقات لو انت الايم تبعيتك مسطرة، تنتين هيد شوت بيكون خالص. وفي شيء تاني حنتكلم عنه، اسلحة الدروب. طبعا الكريبر هذا لابد منه موجود. حيكون في عنا الجي 7 سكاوت، هذا ضافوه الاسلحة. الالتنيتر بعده موجود. السبيت فاير كمان بعده موجود. هلا هاي الاشياء اللي صارت على الجيم حاليا. وفي شيء تاني بالشوتجن على ما اتذكر، يعني احنا طبعا كان في عندنا ميتنج قبل ما نبلش الجيم، قبل ما نبلش التجربه، وحكينا كتير. هلا طبعا الايفا 8 صار له نيرف. هلا بنجربه. في عنا شيء تاني يلي هو الماستف، صار تقدر تطلع دول شل. خلينا نشوف الماستف يلي هي دول شل. ما بعرف شو الفرق بعد، بس انه عم نضرب طلقة واحدة، يعني هي ست طلقات طلقة واحدة عم تطلع. لو رمينا هاي او هاد تشيلها. تمام، انتو بتجربوه يا شباب وتخبرونا شو رأيكم وشو يلي تغير. طيب هلا حنجرب شيء تاني يلي هو واتسون. طبعا واتسون كمان غيروا عليها. حارجيكم شو اللي غيروه. غيروا على الالت تبعيتها بحيث انه هلا صارت تشلد اسرع واحسن من اللي كانت هي عليه. طيب اول شيء خليني ندمج حالي. راح اخذ شوي اوكي. هلا بنحط هاي. شايفين كيف الشيلد صاير عم يمشي بسرعة؟ طبعا هو ما كان هيك قبل. تعب الشيلد تبعي، يعني تقريبا صار ثلاث اضعاف اللي كان هو فيه. هذا شيء حلو صراحة. وحتشوفوا عالم كثير هلا عم تلعب بواتسون. حتى صرت تقدر تحط فنسز اكثر. فنس بليست. Fence in position. Playing with fences. Putting down the fence. بس نشوف كم واحدة نقدر نحط. And fencing. Laying fences. صرنا حاطين 8.
I'm fencing. Fence deployed. أيوة. ما في هاي لأنه الرانج بس. Setting the fence. أيوة. يعني صرنا نقدر نحط 12 وحدة. عشر فانس. كان شالوا أربعة. لين فانسيس. ستين فانس. صرنا نقدر نحط 12 فانس طبعاً ومثل ما قلت لكم الشيلد صار يعبي بشكل أسرع. Tossing a grenade. Combat technology. Shush now. شوف كيف عم يتعبى الشيلد بسرعة. هذا شيء مشجع صراحة إنه نلعب بواتسون مرة ثانية. شو رأيكم يا شباب بالتغييرات اللي صارت حاليا على Apex Legends؟ انا بصراحة شايفة حلوة، خاصة هاي خاصية الالت تبعيت واتسون. ممكن نجرب واتسون بجيم بلاي قريبا او خلال هالسيزون. نتكلم يا شوف. طبعا حيكون في مقاطع تانية، فتنا وجربنا الجيم بلاي ولعبنا السيزن، في خريطة جديدة كمان موجودة بحط لكم اياها بمقطع تاني او بنزل لكم اياها هلا بعد هالفقرة هاي حتى تشوفوا الماب. جيم سريع فزنا فيه مع الشباب، وكان عندي فرصة ولي الشرف انه لعبت مع للماكس كمان. It was fun. بس للأسف فزنا ولا جيم مع بعض، مثل ما بتعرف لانه انا بلعب كونسول بلاي ستيشن وما كتير يعني محترف بي سي. ان شاء الله يعني الشباب الموجودين معنا في اللي عم يجربوا الجيم كلهم يعني كونتنت كريتور وما في فرصه يعني كلهم على الرق. بس ان شاء الله في عنا كم جيم تاني فزناهم بنحط لكم اياهم مقاطع تانية ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، بترككم مع الجيم بلاي وشكرا مرة تانية لإي اي ولرسبون انه خلونا نجرب اللعبة ونساوي كابتشر وناخذ هالمعلومات الموجودة بالسيزن 11. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، استمتعوا بالمقطع اللي جاي ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي شيء تاني كتير 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 عجبني يا شباب يلي هو لوبا. حيكون في شخصية او سكين للوبا خطير. حارجيكم يا الستور بالإيديشن يلي هو لوبا إيديشن، يعني هذا صراحة من أحلى السكنات تبعيت لوبا. طبعا عندي سكنات حلوة على بلاي ستيشن بس هذا السكن كتير عجبني يا شباب، وإن شاء الله أول ما ينزل السيزن حيكون عندي. شو رأيكم بهذا السكن؟ عطونا رأيكم بالتعليقات وعطونا رأيكم كمان بالأسلحة الجديدة وآش شخصية آش، ولو عندكم أي فيدباك تخبرونا عليها. طبعا هاد انت بتشتري بيعطوك 1000 كوينز، بيعطوك الشارم، بيعطوك الصورة هاي اللي بتحطها على البادج، سكين لل30-30 ريبيتر مع السكين الخطير هذا. طبعا هاي الاديشنز كلها موجودة قديمة. هيرلوم ما في اي شيء جديد بعده. الابيكس باك وفي شغلات كتير تغيرت، ما بعرف اذا بقدر احكي عنها هلا ولا لا، بس لما ينزل المقطع حيكون شال امبارجو ما في ان دي اي. في تغيير كتير كتير حلو على الرانكت. هلا بيكون في عنا رانكت هون، طبعا الرانكت تبعيت الارينا في عليه تغيير كمان على البالانس، والرانك تبعيت الباتل رويال في تغيير على البوينت وعلى الكاب تبعيت البوينت. يعني بدل ما كانت مثلا 150 بوينت بالماتش الحد الأقصى، هلأ صارت مثلاً البوينتس 175 حسب بتذكر هيك قالونا بالاجتماع. وطبعاً
الكالكوليشن يعني تبعية البوينتس كله حيختلف، يعني ما عاد في انه عندك كلب خمسة كلب عشرة. هلا لو انت قتلت شخص عم تلعب معه مثلا دايموند قتلته، بيعطوك بوينتس للدايموند، يعني بيعطوك 12 بوينتس بدل مثلا 10 بوينتس. وهي هي الطريقة الجديدة يا شباب. anyway ندخل دغري على الجيم، بنحط ريدي ان شاء الله يكون في كرييترز موجودين وعم يلعبوا هذه الجيم. The body corrodes, but a polished mind is like old times, Dad. Introducing your champion. Champion eliminated. We can cruise over here. Round one, beginning ring countdown. Next ring's not close, people. Spoiler alert, I found the next ring. Check your maps. Forty-five seconds. Can you reach the ring in that time?
An excellent selection. We can use the gravity cannon here. Flyer down. Attention, delivering care package. Incoming care package. Pro tip, don't try grabbing something moving at that trajectory. Alert 5, ready to scorch for burn. Burn is a go. Aircraft has several emergency exits, accompanied by choppy waters, molten lava, or internal bleeding. Now I don't know if I can fly from anywhere here. Sorry, I didn't hear you. You know, we fly to that hole, through that hole. So now I want to know if I can fly from there. Yes, I think you can. I think there's someone on... Oh, no, no, this is the spider eggs. You want to shoot some? Yeah. طلع هاد لون سبايدر ايج مثل ما شفتوا بيعطونا لوت في برادر كمان نفس الشيء. Replicator being delivered. Replicator incoming. Crafting over here. Oh, my mother would love hearing me say that.
One moment. I'm crafting. Helmet here. Shotgun bolt here. Level 3. We can cruise over here. Counting down from 60 and the ring's close by. Fortunately, radar shows the ring's close. Seconds before the ring closes. Use it well. We have 10 seconds. Move with purpose. We're outside the ring. Move. Nice. It increases your shield. Incoming care package. Pro tip, don't try moving at that trajectory. Recharging shields. Half of the squads have been appropriately eliminated. First blood. Let us begin. We can cruise over here. Ideal. Replicator incoming. Moving here. Follow me. The enemy stands before us. I'm under fire. Opening fire. Reloading. Recharging shields.
Frag. Healing. Reloading. You want to push? My ass is ready. That entire squad's gone bye-bye. Oh, only geez. Two squads left. Don't stretch. In the next ring. Now we wait. Come on, heal. Repeater here. Let's scope this quadrant out here. G7 scout here. Round 4. Beginning ring countdown. Let's scope this quadrant out here. Enemy-ish. Boiler alert. I found the next ring. Check your maps. I think they saw us from the ash. Yeah. Bogey here. Bogey in my crosshairs. Using my Phoenix kit. From the cave. From the place we came from, right? We have 30 seconds. Prepare. Seconds until the ring closes. Move. The ring is coming. Reposition now. Moving here. Follow me. Easy game. Easy. Nice. Well played. You are the Apex champions. هي أول وين يا شباب في الجيم إن شاء الله.